اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. على متن طائرة السعودية. من أجل سلامتكم وراحتكم تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني التقيد بالإشارات المضاءة واللافتات الملصقة واتباع توجيهات الملاحين والانتباه لعرض تعليمات السلامة التالية. يجب التأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراج العلوية وإغلاقها بإحكام مع اتخاذ الحيطة. ضيوفنا الأعزاء، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Dear guests, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما رأينا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.